ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الاعلام في هيئه علماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور. اذا ادنتم في قسم الاعلام بهيئه علماء المسلمين احراق جامعه للبيت ومركز تحفيظ القران في قضاء تل عفر. ما الداعي الى ارتكاب هذه الجريمه وفي هذا التوقيت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جريمه لا تختلف عن بقيه الجرائم التي ما زالت هذه الميليشيات وبقية الأجهزة الأمنية لهذه الحكومات ترتكبها بحق أبناء الشعب العراقي، والغاية كما ذكرنا في تصريحنا هو تغيير التركيبة السكانية التي تجري على قدم وساق في أكثر من مكان، ليس فقط في تل عفر التي حدثت فيها هذه الحادثة الأخيرة، بل في عدة مناطق من بلادنا في العراقي، ولا سيما في المناطق التي تشهد اختلاطا سكانيا بين مختلف أبناء العراق وطوائفه والذين كانوا يعيشون تعايشا سلميا قبل أن يأتي هذا الاحتلال. لكن هذه الميليشيات والأجهزة الأمنية تسير وفق برنامج معد سلفا ومدعوم من قبل جارة السوء إيران بغية تغيير التركيبة السكانية كما ذكرت قبل قليل. وهذا ليس الحادث الأول في تل عفر وفي العديد من المناطق كما ذكرتم، لكن ماذا عن سلاح الميليشيات؟ لماذا لا تنزع الحكومة هذا السلاح وتضبط هذه الميليشيات؟ لأن هذه الميليشيات هي بالأساس أداة من أدوات تنفيذ هذا المشروع، مشروع تغيير التركيبة السكانية، هو أداة من أدوات البطش التي تمارسها هذه الأجهزة وحكوماتها ضد أبناء الشعب العراقي. وهذا يؤكد أن ما جرى على يد هذه الميليشيات مما يسمي زورا وبهتانا تحرير الموصل وتحرير هذه المدن، إنما كان بغيتها هو تدمير هذه المدن وتغيير تركيبة السكانية في بعض مناطقها، والذي يجري على قدم وساق في مدينة تل عفر منذ أن دخلتها هذه الميليشيات برفقة الأجهزة الأمنية الأخرى المدعومة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وسكوت المجتمع الدولي قاطبة. بخصوص ردة الفعل الحكومية تجاه هذه الانتهاكات، إلى أي مدى تتحمل المسؤولية الحكومة في غض الطرف بل وتسويغ عمل تلك الميليشيات؟ بالتأكيد هي مسؤولة ومسؤولية مباشرة عن هذه الأمور، ولا سيما أن هذه الميليشيات هي لا ترتكب هذه الجرائم وغيرها من الجرائم بمعزل عن نظر الدولة أو الأجهزة الحكومية الرسمية، بل ربما يتم الكثير من هذه الجرائم بالتنسيق بين مختلف هذه الأجهزة، وإن كانت ربما ترفع هنا لافتة ميليشيات، ولا سيما أن هذه الأجهزة وهذه الحكومة قد أعلنت سابقا عن أن هذه الميليشيات هي تحت سيطرتها وتحت تنظيمها و هي مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة، وبالتالي هذه الجرائم جميعا هي مسؤولية تشاركية بين كل هؤلاء. مخطط التغيير السكاني والمناطقي بهذه الصورة، يعني كيف سيؤثر في مستقبل البلاد؟ وما الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنيب العراق الانزلاق في مواجهات مسلحة مرة أخرى؟ يعني لا شك، ذكرنا ذلك سابقا في أكثر من مناسبة، أن غاية الاحتلال الأمريكي هو تفتيت البلاد وإضعافه وتهجير سكانه وتغيير التركيبة السكانية في الكثير منها، وقد جاء هذا المشروع ليتوافق مع المشروع الإيراني في هذا الخصوص. لذلك قلنا أن المشروعين يتخادمان في هذا الأمر. أما كيفية مواجهة هذا المشروع فهو لا شك أن اللحمة الوطنية والانتماء الوطني هو خير سلاح لإفشال كل مخططات الأعداء، لأنه العدو هنا يعزف على وتر الطائفية لتفريق أبناء الشعب العراقي، ويميز بين هذا الطرف وذاك بهذه المعزوفة الطائفية. من إسطنبول هاتفيا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لكم.